السيد الرئيس، تم تعيينكم اليوم رئيسا للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، كيف سيتعامل المجلس في تدبير الشأن الجهوي العام للأقاليم الجنوبية حتى تنخرط هذه الأقاليم في المسار التنموي والديمقراطي بشكل فعال؟ هذه النقطة هي من المهام الأساسية التي أناطها جلالة الملك بالمجلس في الظهير المؤسس، وهو الاهتمام بالقضايا الداخلية للأقاليم. وبطبيعة الحال هذه من المهام التي يعني تعني السكان مباشرة، وهو أننا بطبيعة الحال ندرس جميع المشاكل المتعلقة بالمنطقة، لأن جلالة الملك نصره الله وضع إدارة الدولة في هذا المجال رهن إشارة المجلس لتصحيح كل ما يمكن تصحيحه، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، الاهتمام بقضاياهم في جميع المجالات، في المجال السكني، في المجال الاقتصادي، في المجال البنيات الأساسية، في مجال أنواع الاندماج كلها. المجلس سيهتم خصيصا بهذه القضايا حتى لا يصبح هناك مشاكل تثير اهتمام الناس في هذه القضايا، وهذا مهم جدا، لأن الدولة تخصص أموالا كبيرة لهذا المجال وتصرفها في مشاريع عدة، غير أن ذلك يجب أن يظهر على المواطن. يجب أن يظهر على المواطن من هناك تقيير، من هناك وضعية تتغير يوميا لصالحهم فيما يتعلق بطموحاتهم واهتمامهم. وهذه من المهام الرئيسية للمجلس، وسننكب عليها قريبا إن شاء الله بتعاون مع الإدارات المختلفة التي ستكون كذلك أعضاء بصفة استشارية في المجلس، يعني العمال الأقاليم، رؤساء المدير الوكالة التنمية، كل هذه الهيئات الدولة بصفة عامة ومؤسساتها. يجب أن نحل المشاكل المطروحة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية ونباشرها بشكل أن المواطن يلمس من هناك تغيير، من هناك تغيير في حالة السكن، من هناك تغيير في حالة العمل، بأن هناك تغيير في حالة كل ما يهمه في حياته اليومية. سيد الرئيس، جلالة الملك أشار إلى أن المجلس منفتح على فعاليات من المجتمع المدني، كما حث على إدماج المواطنين بمخيمات تندوف. ما هي سبل تحقيق هذه الإمكانية بالمجلس؟ أولا، المجلس منفتح للمجتمع المدني من ناحية عدد من الأعضاء الآتي من المجتمع المدني، أعضاء الجدد، وهذا قضية جديدة في المجلس. يعني هناك عدد من المجتمع المدني الذين أصبحوا في المجلس. ثانيا، مهام المجلس الأساسية هي بطبع الحال المساهمة في حل مشكلة الصحراء، والمساهمة الرئيسية في حل مشكلة الصحراء هي إعادة سكان مخيمات تندوف إلى أرض الوطن بكل الوسائل الممكنة، وعلى رأس هذه الوسائل هو إقناع مواطن الصحراء بصفة عامة أن مشروع جلالة الملك للحكم الذاتي هو الحل الأنسب لطموحات سكان الصحراء، وهذا الحل يناسب طموحات جميع الصحراويين في مخيمات تندوف وخارج مخيمات تندوف فيما يتعلق بصيانة حقوق أبناء هذه المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار ملكي مضبوط مقدم من طرف جلالة الملك شخصيا في مدينة العيون، وموجه إلى أبناء هذا المنطقة بمساندة الشعب المغربي كافة. إذن بطبيعة الحال من مهامنا الأساسية، مهام المجلس كله، أن يقنع بالعمل أولا داخل المنطقة بجدية مشاريعه، وأن يقنع جميع الصحراويين بأن الحل الحكم الذاتي هو الأنسب لهذا الخلاف المصطنع حول الصحراء، والذي لا يعطي الفصال بديلا يصلح للصحراويين، لأن من له شهادة حق
من له شهادة حق من الصحراويين، خاصة من الصحراويين، من له شهادة حق لا يمكن أن يقول بأن الصحراويين ليسوا مقاربة. السيد خليهن ولي الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. شكرا.